السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مجوهرات. اليوم كنقترح عليكم هذا لونسومبل اللي كيجي غزال، فيه براسلي لا باغ لي بوكلا شيبوندونتي، كيجي حاجه غزاله وزوينه. نحاول نوريه لكم عن قرب باش يبان لكم مزيان البنات. فبالنسبه لو براسلي فهو كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوف معايا، كيجي فيه هاد التقويصات وفيه هاد الحجيرات بيان سيغتي من الجنب، كيجي بحال هكا. اللور ديال البراسلي كيجي على هذا الشكل، ومن الداخل كيف ما كتشوف معايا الحجيرات راه بيان سيغتي. السداده ديالو كتجي على هذا الشكل، فيها تسدادات سيكوريتي وكيتحل هكا، كيجي غزال وزوين. بالنسبه للاباك فهو كيجي على هذا الشكل، كيجي حتى هو غزال، فيه الديزاين اللي في البراسلي بالحجيرات بيان سيغتي. من اللور كيجي بحال هكا، والداخل ديالو كيجي على هذا الشكل. لابوكل ديالو كتجي خطيره وزوينه وانيقه، فها هي كيفاش كتجي البنات. كتجي طويله، كيجيو فيها هنا حجيرات بيان سيغتي، وهنا في الديزاين اللي في لاباك والبراسلي. العمود ديالها كيجي على هذا الشكل، كتسد بحال هكا وكتحل على هذا الشكل، كتجي غزاله وعاطيه للعين. وبالنسبه لاشين بوندونتي فهي اون شين ديال شوباك اللي غليوضه وصحيحه مع لو بوندونتي ديالها. فوالا البنات، لو بوندونتيف كيجي بحال هكا مشبك بهاد الحجيرات. من اللور كيجي بحال هكا، لاشين كتجي ديال الشوفار، صح والعمل فريمون البنات، صح والعمل. دابا غنحاول نوريكم لونسومبل ملبوس. فوالا البنات، لونسومبل كيفاش كيجي ملبوس، فريمون كيجي غزال وزوين. بالنسبه للاباك فهو كيجي على هاد الشكل، كيجي انيق ورائع في اللبسه. البغاسلي كيجي بحال هكا، كيجي عاطي للعين ورائع. لا شين بوندونتيف كتجي على هذا الشكل، كتجي غزيوله بهاد الحجيرات اللي فيها. ولا بوكل كتجي بحال هكا، كتجي زوينه وعاطيه للعين. كنتمنى ان لونسومبل اقترح عليكم ويكون نال الاعجاب ديالكم. صحه وراحه مسبقا، وليزانفورماسيون ديالو كاينين غتلقاوهم في نيمو واتساب. مرحبا.